السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم كرة في دقيقة، ومعاكم أحمد بكر. إيهاب جليلوش بيعمل نفس أخطاء كيروش. إيهاب جلال خد كوبي بيست تشكيلة كيروش وحطها بغلطاتها بمشاكلها بالحاجات اللي المصريين اعترضوا عليها ومشوا المدرب عشانها بكل حاجة. يعني أنا بجيب مدرب مصري ليه؟ علشان المفروض ان هو حاسس بالفرقة وشايف اللعيبة وحاسس بنبض الشارع وعارف المصريين كانوا متضايقين من ايه، ويبدأ يشتغل عليه ويحل ده. حتى ابسط الاخطاء ما غيرهاش. يعني هو قال انا مش هفرض طريقة لعبي دلوقتي، لازم حبة حبة. ماشي، ما طلبناش تفرض طريقة لعبك انك تباصي على الارض من اول الجون والكلام ده، بس على الاقل اعمل تشكيل صح. يعني انت عندك واحد زي احمد عاطف، موهبه مكسره الدوري، كسره الدنيا في الدوري. عندك مصطفى محمد، ليه تلعب مرموش فيرويد؟ يعني ليه تلعب مرموش فيرويد؟ ليه قفشه ما بيلعبش؟ يعني انت المصريين والمحللين كلهم اقتنعوا ان منتخب مصر ما ينفعش يلعب من غير صانع العاب، سواء بقى قفشه عبد الله السعيد او لو هتدخل محمد ابراهيم. وانت زي كيروش ما اقتنعتش برضه بتلعب من غير قفشه؟ انت المنتخب لعب كوره لما التشكيله اتعدلت، كره بسيطه، عندك فيرويد نزله يلعب فيرويد، ما تجيبليش واحد جناح او صانع لعب وتلعبه لي فيرويد. عندك قفشه لعبه رقم 10. انت ليه بتلعب بثلاثه ديفندرات؟ ليه مصر بتلعب بثلاثه ديفندرات؟ هما اتنين كفايه على الدايره وواحد رقم 10 وتحت الفيرويد. وبعدين مرموش ده يعني ولا بيأدي كفيرويد ولا بيأدي كجناح. يعني انا لا بشوف له شوطه ولا مثلا اوفر وهو جناح، ما بشوفوش الا في اللقطات الدفاعيه. ومش معقوله هلاعب جناح منتخب مصر المفروض يبقى اقوى منتخب او من اقوى منتخبات في افريقيا علشان بيدافع حلو بس. يعني مش معقوله. يعني مرموش في المنتخب عامل زي اوباما في الزمالك وزي الشحات في الاهلي، حاجه صعبه يعني. وربنا كسبنا كده ببركه دعم المصريين، احنا ما عملناش اي حاجه حرفيا تستاهل ان احنا نكسب الماتش ده. يعني حتى جم مصطفى محمد جاي من مجهود فردي وغلطه. فنتمنى ان يتدارك الموقف يعني ويعالج المشاكل دي بقدر الامكان. عندك واحد زي محمد صلاح كان مصاب وبيتحمل على نفسه، باين على وشه وباين على طريقه لعبه، والكره بتجيله مش قادر يجري عليها، ولما بتجيله بيبقى عايز يخلص منها يباصيها الواحد في الاوفسايد. ليه؟ ما مش هيحصل حاجه، الدنيا مش هتخرب، العالم مش هيتقلب لو طلعت صلاح يعني بين الشوطين ولا طلعت الشوط الثاني ومشيت الفرده دي، الجناح ده يبقى شغال زي الجناح ده. يعني ليه انا مجبر ان انا دايما العب بجناح واحد شغال والجناح الثاني واقف لو صلاح مش في مستواه؟ ما انا اقدر اغيره عادي، ما بيتغير في ليفربول وبيقعد احتياطي في ليفربول وعادي. يعني مش قصه، حفاظا على سلامه اللاعب وحفاظا على مراره وسلامه المصريين اللي بيتفرجوا عليك وعلى الماتش. انما انت تحط لي تشكيله كيروش بكل اخطائها، وانا حاسس ان الماتش الجاي بقى يروح جايب رامي ربيعه من البيت يلعبه مساك قدام اثيوبيا، ويلعب محمد صلاح فيرويد، ونعيد نفس المعاناه، ويتصل بحسين فيصل يلعبه نفس المعاناه بنعيدها. انا شايف نفس الفيلم الابيض واسود بيتكرر قدامي. المنتخب ما ينفعش يلعب من غير رقم 10، خلاص سنتين بنشوف منتخب من غير رقم 10 ما بيقدمش كوره، من غير قفشه او عبد الله السعيد او لو هتدخل حد تاني المنتخب ما بيقدمش كوره. عندك عمر جابر، ها بيحاول، عمر جابر كان بيحاول، ابو جبل يطلع غلط على الكوره وشايف ان هو لعبك الدنيا وبوظ الدنيا، يروح ماسك الونش، يا ونش احد الاشتراك بتاعك، يا ونش احد الاشتراك بتاعك، مش شايف منه ايمن اشرف دخل التيشيرت جوه الشورت. مجنون ابو جبل، مجنون. الكره تجي له ما بيطلع، انا برفع شعار، انا ماسك الهوا بايديا، ويقعد يزعق للدفاع. بس الظروف خدمه سواء في الزمالك او في المنتخب دلوقتي باصابه الشناوي. فنتمنى ان ترحم مرموش شويه، ونتمنى ان ابو جبل يفوق شويه، ونتمنى ان نصحح اخطاء ايهاب جلال. مش هنفضل نعاني المعاناه دي تاني لحد ما نطلع من كل البطولات يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى تدعموني بلايك واشتراك.